السلام عليكم ورحمة الله إخوان أعزائي الكرام متتبعي القناة منير لوفت، لاباس عليكم؟ الأمور مزيانة، كل شي بخير. كيدايرين نتوما؟ كيدوزو نهاركم؟ هنا في يوم جديد بالولاعة. دابا راه شحال الساعة؟ دابا 5:47 قربت 6. أمور كلشي مزيان، فين وصلتو بالولاعة؟ بريباراسيون كلشي مزيان، ونتمناو لكم الخير والرباح، نتمناو الخير لكل مولوع. اش كتعاودو؟ كاين شي مطيرقات ولا والو؟ المهم احنا اليوم في نهار جديد، اليوم الخميس 20 شهر 1 جانفي 2022. ها نحن دا طلعنا هاد الحميمه، جينا من العمل الحمد لله، داز النهار مزيان. حنا جينا نطلعوا الحميمات نشوفهم كي دايرين، الحاله ديالهم كي دايره. كنا بغينا نعاود نطلقوهم الساعه البارح، طاروا مزيان، كاين لاش خليهم يريكيبيرو اليوم. دابا حيت ما كاين لا لعب لا والو، ما لعبش انايا هاد العام ان شاء الله، ما لعبش قسم الله، ما بزاف الحوايج بزاف العوامل. ارتأيت انني نولي ندير لهم نهار او نهار لا، ويبقاو غادي مزيان في الماكله والتريتمون عادي. المهم بقاو معانا، نمشيو نخلطوا لهم المعالجه ديالهم ونرجعوا بلا ما تقطعوا. انا لا نقطع، الله تحياتي. سيادنا السلام عليكم، كي دايرين؟ بخير كلشي مزيان، امور مزيانه. نشوفوا القضيه كي دايره اليوم، خلطوا لنا داكشي عادي، شويه ديكوراتيف وشويه قمح وشويه خلطه العجيبه. اخبار فراسكم ولا اروع، قلت الله رحمي مات. واخا ما لعبيش ولا لعبيش تولعوا راسنا، تهلاو فيهم ورا برا. هذا ما كان شويه قمح خليتها لي، نزيدهم شويه من شو واش كان ابانو ولا لا ابانو. ها دابا سي بون، هاد الخنشة تقول لي اجدها. الخنشة الشميشة كدور هنايا، كضرب في هاد البرميل كتسخنو كتعرقو، فاش كيسخن كيدير تيك الباكوز. دابا صافي الشميشة راه ضابط. هادشي اللي بقى في الخنشة، تخليطها خلطها معاهم وصافي. أخي ربي تبارك الله، أربعة ياكلو تاي. يلا بقى معانا.
السلام عليكم. إذا الإخوان احنا رجعنا لكم عن جد اليوم القضية. هلا الاخوان خير وبركة. اش بان لكم الاخوان؟ كاين شي تهلو ولا اخر؟ هاي حميد دابا واش دا هاكي بان ليه العلافة تحطها في الارض هذا وي نقزوها. تبارك الله اللهم بارك. تولعوا الاخوان تولعوا الله. خلينا نحطوا لهم الماكلة ديالهم. قام على الاخوان هذا الاخوان. هذا المكان
اللي كيسول على الكاوكاو. ها الكاوكاو، ها الكاوكاو، اش بان لكم؟ ما موجد ولا موجد؟ اللهم بارك. خذ 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 خذ. احنا رجعنا لكم الاخوان، ها هما كملوا القضية، نشفوها معلم، الصحة والراحة، الشاي مفتوحة تبارك الله. شي حمام اللي يكون كياكل مزيان عرفوا بانه بري، انه الصحة ديالو جيدة. وديما الحمام بارك الله فيه ديما عطيه يكون داكشي متنوع وقليل، ما تكثرش ليه الماكلة، قليه لي كتعطي الصحة، وقليل كتكون الصحة ديالو مزيانة. ضاربين حيين، كورة بجوج، ما علينا، غنحيدو الماء د علافات دابا إن شاء الله ونرجعو لكم، خلطو لي مشعلة في الماء. اخوان كما قلت لكم ديك المره، ماشي ديك المره الثانيه، البارح قلت لكم ديما الماء حاول تعطيه الماء سخون، دابا في حال بارد ما خدامش من الماء بارد، حاول ما دافي سخون. هذا جبنا القيرين طلعناه من تحت، ها هو كبوا لهم ماء سخونه ونفوا لهم، كيما ما كتبغيش راسك الماء بارد وداك الشيء، حتى هما بحالهم بحالهم حيوانات ضعيفين، غتقول لك لا دفي ليا تدفع من راسك، هادشي اللي كاين. حتى كتغسلهم كيتغبروا بالخف، الضربيده كلها غبره، الرحيم الله. ها صافي دمقي يلا سنتا، هادي هي راه تسلات وما سخونه، غتقول لك كبي شي دم شويه شويه اسخون غندفي ليهم. دافي دي معبر كبر، خلط لي مشعل الساعه بلاش، لا داعي اليوم ما طاروش، لا ما ياكلوا داك الشيء طبيعي عادي بلا ما نديروا له لا كوفيد لا والو، نورمال. وتحية الاخوان داخل ارض الوطن وخارج ارض الوطن، جميع الموالع الله يعاونكم على الولاعة، هادشي راه ما ساهلش، التقليد بعد شي وقت سيت الله فيه، لو كنتي تقاد بالحمام ابيعو ولا كولو ولا طاقم، مابقاش تمحن فيه حاجه تقوم بها. الله يسمح لينا، بنادم خصو يقوم بالولاعة، ها الدين عليها راه كنديروها كمال على الله، يسهل لنا الله تحنا نديرو شي لوط تكون متسع، ناس لوط الكرة بوحدهم ونتا بوحدهم، خدام على خاطرك، حتى أنا دابا خدام على خاطري، ولكن الأفضل بلي تكون قاسم كيرتاح، كيعرف واش كيدير. على البركة ما راه كيما قلت لكم ما درنا فيها والو، ما يدير فيها تغدى ان شاء الله ويطيروا ويك الساعه نخلطوا نمشي، يا اما املاح يا اما حاجه ديال رابيلات، وهذا ما كان
إلى هذه الساعة أستودعكم الله الذي لا تدع ودائعه، وها أنا ذا. تحياتي لكم الإخوان، الله يعاونكم على الولاعة. السلام عليكم ورحمة الله. Thank you.